يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة مهمة كالعادة، زي ما احنا متعودين دايما من خلال هذا البرنامج عندنا ملفات مهمة ومواضيع وأخبار وتفاصيل كتير جدا جدا على مختلف الأصعدة، الصعيد العالمي. وطالما هتقول العالمي يبقى أكيد محمد صلاح هنتكلم عنه بتفاصيل كتير جدا، وآخر الأخبار اللي بتخصه كمان نجمنا المصري الكبير اللي بنفخر بيه دايما. وكمان عندنا أخبار على الصعيد المحلي، وهو بيتعلق بالنهاردة يوم مهم جدا بخصوص بداية بطولة الدوري المصري الممتاز موسمه الجديد. كل سنة وحضراتكم طيبين، وإن شاء الله يكون موسم رائع ومميز ومثير كمان. الدوري المصري أكيد ليه جمهوره مش بس في مصر، لا في كل الدول العربية. كمان قبل كل ده عندنا أخبار كتير مهمة بتتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي وآخر استعداداته لأولى مبارياته في بطولة الدوري أمام نادي الإسماعيلي بإذن الله يوم الأربع. مباراة مهمة جدا جدا، وإن شاء الله تكون انطلاقة مناسبة لمشوار يكون طويل ومن خلاله يقدر النادي الأهلي يحصد هذا اللقب واستعادته مرة أخرى بعد فقدانه الموسم الماضي. فبالتالي أخبارنا كتير جدا جدا وتفاصيلنا أكتر على مدار فقرات حلقة الترند النهاردة. كمان مهم أوي تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال الحلقة زي ما أنتم متعودين معنا دايما. سؤال الحلقة النهاردة بيتعلق بالأسطورة، هو فعلا أسطورة محمد صلاح، وإيه اللي ينقص محمد صلاح من وجهة نظركم؟ أو مش اللي ينقص محمد صلاح، لأن محمد صلاح مش ناقصه حاجة ما شاء الله عليه يعني، لكن إيه اللي محتاجه علشان ياخد الحذاء او جائزه الكره الذهبيه تحديدا، يعني عشان ياخد احسن لعيب في العالم، ممكن يكون ايه اللي محتاجه محمد صلاح؟ مش بنتكلم على مستوى فني، لكن ممكن يكون محتاج مثلا دعم اعلامي، دعم جماهيري، امور اخرى بتساعد في التتويج بهذه الجائزه الغاليه جدا جدا واللي بيتمناها اي لعيب في العالم. ما بالك بقى كمان لما يكون عندنا لعيب مصري ربنا يكرمه يا رب وياخد احسن لعيب في العالم، فده هيبقى حلم بالنسبه لنا كلنا. فهننتظر تواصل حضراتكم معانا وارائكم هناخدها من خلال الجزء الاخير كما هو المعتاد من حلقه النهارده، ومن خلال تواصلكم على صفحات قناه الاهلي المختلفه على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وانستجرام. لكن كالعاده البدايه بتكون باهم وابرز العناوين، تعالوا نشوف. في ترند الاهلي، الاهلي يعلن قميصه للموسم الجديد. لسه مع ترند الاهلي، الفريق راح اليوم ويستأنف تدريباته غدا. اما في الترند العالمي، صلاح مستمر في ابهار العالم، ما شاء الله لا قوه الا بالله عليك. طيب اهم مباريات اليوم، النهارده بالنسبه لنا يوم مهم جدا كلنا كمتابعين ومحبي للكره المصريه، بدايه بطوله الدوري الممتاز. فالنهارده في ثلاث مباريات في اطار الجوله الاولى من هذه البطوله. اول مباراه اتلعبت وخلصت من دقائق قليله جدا جدا، هي مباراه البنك الاهلي وطلائع الجيش. تفوق البنك الاهلي بنتيجه 3-0 عشان يبتدي بدايه مناسبه جدا لبطوله الدوري بالنسبه له كفريق كان بيصارع على البقاء في البطوله الموسم الماضي، وحتى الجوله قبل الاخيره كان بينافس على البقاء ونجح في كده مع الكابتن خالد جلال. طلائع الجيش لا حول له ولا قوه في هذه المباراه، تابعتها قبل ما ادخل الهوا في الحقيقه. طلائع الجيش كان فريق متواضع للغايه، فبالتالي نتيجه كبيره للبنك الاهلي. احرز الاهداف موسى ديوارا هدف في اول دقائق في الشوط الاول، وهدفين للوافد الجديد من وادي دجله للبنك الاهلي، هو محمد هلال احرز هدفين في الشوط الثاني عشان تنتهي المباراه بنتيجه 3-0. مباراة أخرى هتبتدي كمان نص ساعة من دلوقتي، هي مباراة سموحة والاتحاد السكندري، ديربي اسكندراني مثير وقوي، وأكيد هيشهد ندية كبيرة ما بين الفرقتين الكبار في الدوري المصري أصحاب الخبرات الكبيرة. طبعا الاتحاد السكندري فريق عريق بجماهيرية كبيرة، وسموحة فريق مميز جدا كالعادة في بطولة الدوري، فأكيد هتبقى مباراة قوية. النهارده بالليل كمان ثالث مباريات الجوله الاولى واخر مباريات اليوم هي مباراه فيوتشر وفاركو، وانا في اعتقادي ان فئه كبيره جدا ان لم يكن كل محبي الدوري المصري هيتابعوا هذه المباراه، لان فرقتين لسه طالعين دوري ممتاز لكن دعموا صفوفهم باسماء كبيره قوي قوي، فرقتين عندهم امكانيات ممتازه
ممتازه، فبالتالي هتتفرج على ماتش قوي جدا جدا ما بين الفرقتين دول فيوتشر وفاركو، وهتشوف مين فيهم اقوى، وهتتمتع بالماتش ده بكل تاكيد. دي مباراه هتكون في تمام الساعه 8 مساء. ده فيما يتعلق بالدوري المصري. النهارده مباراه وحيده في الدوري الاسباني ضمن ابرز مباريات اليوم، وهي مباراه ختافي مع سيلتا فيجو، دي هتكون في تمام الساعه 9 مساء باذن الله تعالى. دي اهم وابرز المباريات خلال اليوم النهارده، واكيد مباريات هتكون مهمه جدا. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نتكلم شويه على نجمنا المصري. مش نتكلم بس، احنا عايزين نرجع نفرح كده، نعيش اللحظات دي، لحظات ما كناش نحلم بيها. فبعد الفاصل هنتكلم شويه عن محمد صلاح وارقامه القياسيه اللي حققها على مدار الموسم ده، وبالتحديد بعد ثلاثيه محمد صلاح في شباك مانشستر يونايتد في المباراه الكبيره جدا اللي خلصت بفوز ليفربول 5-0 على الاولد ترافورد، ودي حاجه بصراحه كانت كبيره جدا جدا. فهنشوف ارقامه كمان وكل التفاصيل اللي بتتعلق بنجمنا المصري بعد فاصل، استنونا. والله الواحد زمان كنا بنعمل ايه؟ كنا بنقعد ندور كده على ملخص لمسات اي محترف مصري عندنا في الدوري الدنماركي، في الدوري مش عارف البرتغالي، ونشوف بس لمساتهم. عندنا لعيب محترف في الدوريات الاوروبيه دي، رغم ان البرتغالي مثلا مش دوري كبير قوي في اوروبا، الدوري الدنماركي مش دوري كبير قوي في اوروبا او مش كبير خالص اصلا يعني. بعض الدوريات الاخرى اللي كان فيها بعض المحترفين، الدوري التركي، نقعد نشوف اللعيبه دي المصريه بتاعتنا دي بتعمل ايه وعملوا ايه النهارده في الماتش ده وبتاع، نقعد ندور على ملخص لمساتهم. وهم طبعا لعيبه كبيره وليهم كل الاحترام، واسعدونا وتشرفنا بيهم طبعا في اوروبا في الحقيقه. لكن ما كانش يجي في دماغنا ابدا ابدا بصراحه، يعني بصراحه، ان يبقى عندنا لعيب مصري بينافس على جايزه افضل لعيب في العالم. اراهن ان اي واحد مصري محب لكره القدم او حتى ما بيحبش كره القدم كان يجي في خياله بس ان يبقى عندنا لعيب ممكن ياخد احسن لعيب في العالم. ما كناش نحلم، ما كناش نتخيل. لكن بصراحة احنا فعلا عايشين الحلم، احنا فعلا قادرين نتخيل ان عندنا نجم كبير جدا زي محمد صلاح يستحق جايزة احسن لعيب في العالم. احنا بقالنا بقى ايه فترة بنتكلم في القصة دي، مش يعني الكلام والاتجاه ده مش ناتج عن مباراة امبارح بس، مانشستر يونايتد وليفربول 5-0 ليفربول، 3 لمحمد صلاح من 5 واسيست في الجون الاول. مش بس الكلام وليد اللحظه دي او وليد هذه المباراه، لا، احنا بقالنا فتره بنقول كده. مستوى ثابت من بدايه الموسم ده لمحمد صلاح، اهداف متتاليه ما شاء الله في مباريات متتاليه، كل الماتشات اللي لعبها الموسم ده جاب فيها اهداف ما عدا ماتش واحد اللي هو كان في الجوله الثانيه امام بيرنلي، ما جابش فيه جون، ما كانش موفق انه يجيب هدف، اعتقد عمل اسيست بس اعتقد على ما اتذكر يعني. لكن فيما عدا ذلك كل الماتشات اهداف. بخلاف بقى الاهداف، ايه متعه الاهداف دي؟ ايه الحسم في انهاء الهجمات ده؟ محمد صلاح ايام بازل انا متذكر جدا جدا كان في تصريح لمدرب بازل في التوقيت ده، مش فاكر مين هو، قال لك ايه؟ قال لك محمد صلاح ده، والراجل كان عنده حق. كان محمد صلاح بيلعب طبعا اساسي ولعيب كبير جدا في بازل، بس كان ما بيخلص الهجمات بالشكل كويس. فكان ايه؟ قال لك لو محمد صلاح قدر ان هو يطور نفسه في كيفيه انهاء الهجمات باهداف ممكن يبقى من احسن لعيب في العالم. وفعلا حصل، هو طور نفسه في الجزئيه دي وفعلا هو احسن لعيب في العالم دلوقتي. ففخورين جدا باللعيب ده. انا من الناس اللي بشجع مانشستر يونايتد بصراحه من زمان وانا صغير، من ايام يورك واندي كول وسكولز وبيكام وناس كتير، جاوستام وناس كتير جدا يعني. لكن امبارح لا، انا بشجع محمد صلاح، انا عايز محمد صلاح يبقى احسن حاجه في الدنيا لانه مننا، واحد مننا محمد صلاح. فما شاء الله لا قوة إلا بالله عليه. يا رب يا رب يستمر في التألق ده، يا رب بإذن الله يوفق في أنه هو يفوز بجائزة أحسن لاعب في العالم سواء السنة دي أو السنة الجاية. يقدر ويستحق كل الاستحقاق في الحقيقة بإمكانياته وأهدافه وتأثيره الكبير جدا مع ليفربول. امبارح صنع الهدف الأول، مسيرة من صناعة الأهداف هذا الموسم كتير جدا، قدر أنه هو كمان يحرز ثلاثية مميزة في شباك دخية، وأول لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي جيب 3 اهداف في الاولد ترافورد، هذا الملعب اللي كنا نتمنى اصلا نلاقي حد مصري بيلعب اصلا في الملعب، يلعب بس ينزل الشوط الثاني اخر دقيقتين حتى، يبقى لاعب في الاجواء دي، مسرح الاحلام. هو نفسه حقق لنا كل الاحلام في الموسم ده والمباراه دي
تحديدا. طيب هروح لفاصل سريع وبعدين نرجع نكمل سواء كلامنا عن محمد صلاح او كمان على بطوله الدوري هذا الموسم. يلا بينا. الواحد جسمه بيقشعر بصراحه لما بيشوف حاجه زي كده، جمهور بينده باسم لعيب مصري في اقوى دوري في العالم، اعظم دوري في العالم الدوري الانجليزي، ما فيش نقاش يعني، ما فيش اي دوري يتقارن بالدوري الانجليزي خالص يعني. وجمهور فرقه من الفرق الكبيره جدا اللي عندها تاريخ عظيم في اوروبا وفي في انجلترا، ليفربول، وينادوا ويقولوا ذا ايجيبشن كينج. ومثلا في اللقطات اللي شفناها من شويه دلوقتي بيحتفلوا بان محمد صلاح هو اول لاعب في تاريخ ليفربول يقدر ان هو يسجل اهداف في 10 مباريات متتاليه، فده انجاز عظيم وحاجه يعني تخلينا نفخر جدا 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 ونسعد بمحمد صلاح وعقليه محمد صلاح. اتمنى ان اي واحد من الشباب بيحلم انه يبقى لعيب كوره يحط صلاح هدفه، الهدف قدامه هو محمد صلاح، عشان تحاول توصل للمستوى ده والليفل ده، عشان بدل ما يبقى عندنا صلاح واحد يبقى عندنا اكتر من خمس ستة صلاح يعني، يبقى عندنا عدد كبير من المحترفين المميزين بالكواليتي ده. نفسنا عندنا طبعا محترفين مميزين دلوقتي، عندك عمر مرموش، عندك النني، عندك مصطفى محمد، عندك ناس كتير ماشيه بشكل كويس في اوروبا يعني. ممكن اكون نسيت حد، بس هما في عدد ماشي بشكل كويس، بس احنا عايزين الهدف ده، التارجت ده، الليفل بتاع صلاح ده، المستوى ده، هتوصل ازاي بهنا بالعقليه دي؟ عقليه محمد صلاح هي اللي ساعدته ان هو يوصل بالمستوى المميز ده، فربنا يوفقه يا رب دايما ويسعدنا اكتر واكتر ونفرح بيه على طول يعني. كمان ان شاء الله ربنا يوفقه كمان ان هو يساعد منتخبنا الوطني في الوصول لكاس العالم باذن الله تعالى في قطر 2022، واثقين جدا فيه وفي لعيبه المنتخب والجهاز الفني. لكن تعالوا نتكلم على ارقام محمد صلاح، الارقام الاسطوريه والقياسيه اللي قدر ان هو يحققها بعد مباراه امبارح كمان تحديدا. محمد صلاح بات اول لاعب في تاريخ البريمير ليج الذي انطلق بمسماه الجديد موسم 92-93 ينجح في تسجيل هاتريك على الاولد ترافورد. مفيش ولا لعيب في الدوري الانجليزي في التاريخ عملها، ان هو جاب في الاولد ترافورد ملعب مانشستر يونايتد هاتريك 3 اهداف. اصبح صلاح اول لاعب كمان او اكثر لاعب افريقي تسجيلا للاهداف في تاريخ الدوري الانجليزي. كان مين اكتر واحد؟ دروجبا، كان جايب كام جون؟ 104 هدف. جه محمد صلاح عداه، بس كان متعادل معاه لغايه امبارح عداه ب3 اهداف، بقى 107 هدف، ما شاء الله عليه يعني. سجل صلاح مع ليفربول للمباراه العاشره على التوالي، ده انجاز غير مسبوق في تاريخ النادي، ما حصلش قبل كده، حتى 9 ماتشات على التوالي ما كانتش حصلت. كان اكتر لعيب جاب مباريات او اهداف في مباريات متتاليه هو دانيال ستوريدج مع ليفربول، كان جاب 8 مباريات متتاليه اهداف. لكن محمد صلاح عداه من ماتش اتلتيكو مدريد لما جاب هدفين هناك في ملعب اتلتيكو مدريد في الشامبيونز ليج. تمام، محمد صلاح كمان ايه، بات ثاني لاعب افريقي في تاريخ البريمير ليج يسجل هاتريك في 4 مباريات مختلفه بعد النيجيري يعقوبي. النيجيري يعقوبي ده جايب حوالي 94 جون في تاريخ الدوري الانجليزي ليه كلاعب يعني، لكن محمد صلاح جاب 4 هاتريك، هو تاني لعيب افريقي يجيب 4 هاتريك في 4 مباريات مختلفه في الدوري الانجليزي. ادي رقم من ضمن الارقام. اصبح صلاح اول لاعب يسجل خارج ارضه ثلاثيه في اولد ترافورد منذ اكثر من 18 عام. ما هو مانشستر يونايتد جه لعيب قبل كده، مش اي لعيب بقى، ده واحد من اعظم اللعيبه في تاريخ الكوره في خط الهجوم تحديدا كمهاجم، ما فيش زيه، ما اتكررش، اللي هو رونالدو البرازيلي. جاب هاتريك لما كان ريال مدريد بتلاعب مانشستر يونايتد في تشامبيونز ليج في الاولد ترافورد، قدر ان هو يجيب 3 اهداف. ده كان امتى؟ في شهر 4 2003 في دوري ابطال اوروبا. محمد صلاح هو اللعيب اللي قدر ان هو يحقق الانجاز ده مره ثانيه بعد حوالي 18 سنه يعني. تمكن صلاح من تسجيل هاتريك في اولد ترافورد كاول لاعب يحقق هذا الانجاز بمسابقه الدوري مونز فريد هاو عام 36. طيب تعالوا بقى نشوف الحسابات الرسميه اتكلمت قالت ايه على محمد صلاح. نبتدي بحساب اي اس بي ان على تويتر، واللي بيقول ان محمد صلاح تفوق على عدد من الانديه في تسجيل الاهداف في الدوري الانجليزي حتى الان. يعني محمد صلاح جايب 10 اهداف ارسنال، جابوا 10 بالظبط تمام في 9 ماتشات، توتنهام 9 اهداف، برايتون 9، ويلفرهامبتون 9، ليدز يونايتد 9 او 8، ساوثهامبتون 8، بيرنلي 7، ونوريتش سيتي 2 بس. يعني هو بيتفوق على عدد الانديه دي. كمان حساب محمد صلاح على انستجرام نشر صور من مباراه الامس ونالت اكثر من 1 مليون اعجاب في اقل من ساعه. طبعا يعني كل المتابعين لمحمد صلاح من العالم كله يعني. ما شاء الله معدي ال 45 مليون متابع على انستجرام اعتقد يعني.
تمام. عندك كمان حساب ليفربول على تويتر نشر صورة لاحتفال محمد صلاح بعد تسجيله أحد الأهداف في مباراة يونايتد، وعلق الكرة تحبه ونحن نعشقه، والكرة ما بتحبش غير المجتهد، والكل مجتهد نصيب. فأمور كلها جيدة جدا، وحاجات تفرحنا جدا كمصريين إن احنا عندنا لعيب بهذا الكواليتي وهذه الإمكانيات الكبيرة. ربنا يا رب يكرمه أكتر وأكتر ويفرحنا أكتر وأكتر بإذن الله. ده فيما يتعلق بمحمد صلاح. هروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نتكلم بقى على حدث مهم جدا بالنسبة لنا، هو انطلاق بطولة الدوري المصري للموسم الجديد. يلا بينا. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا بدايه الدوري المصري الممتاز، البطوله المميزه جدا بكل تاكيد، مش بنبالغ في الحقيقه، لان انت لما تيجي تقارن الدوري المصري بالدوريات الاخرى اللي حواليك، لا هتلاقي الدوري المصري بامكانيات جيده، سواء على مستوى البنيه التحتيه، الامكانيات الفنيه للاعبين، المدربين، كل حاجه في الحقيقه عندنا امكانيات كويسه جدا كدوري مصري، محتاجين ان احنا نستغلها صح. البدايه جيده جدا على كل المستويات في الحقيقه، سواء فيما يتعلق بنقل المباريات، سواء فيما يتعلق بالمباراة نفسها، فيما يتعلق بالبداية التحكيمية جيدة إلى حد ما أو بنسبة كبيرة كمان، عشان نكون واقعيين يعني بخصوص المباراة الأولى ما بين طلاع الجيش والبنك الأهلي، انتهت بفوز البنك الأهلي 3-0. المباراة الثانية هتبتدي في هذه اللحظات ما بين الاتحاد السكندري وسموحة، مباراة أيضا هتكون قوية. امبارح اتكلمت مع حضراتكم عن استعدادات الثلاث فرق، او مش الثلاثه، لا الست فرق اللي هيلعبوا النهارده، وقلنا كل فريق جاهز نفسه ازاي. لكن بكره في ايضا بعض المباريات، سواء المقاولين هيلاعب الشرقيه للدخان، كمان عندك الجونه هيلعب مع سيراميكا، وعندك الزمالك هيلعب ايضا بكره مع انبي، فمباريات كلها مهمه جدا. فخلينا نبتدي بالمباراه الاولى ما بين المقاولين والشرقيه للدخان، وازاي نبتدي بالمقاولين الاول، ازاي استعد للموسم الجديد، سواء من حيث الصفقات، من حيث استعداداته وكل هذه الامور. نروح نشوف المقاولين استعد ازاي ونرجع نكمل. طيب، يعني مواجهه اكيد هتكون قويه جدا ما بين المقاولين والشرقيه الدخان، مواجهه ما بين الكابتن عماد النحاس طبعا مدرب كبير، والكابتن علاء نوح الوافد الجديد على الدوري الممتاز. وشفنا كل الصفقات وكل التفاصيل، واكيد اكيد اي مباراه هتكون مثيره في الدوري هذا الموسم نظرا للامكانيات الكبيره اللي موجوده عند كل الفرق. نشوف المواجهه الثانيه بكره هتكون ما بين الجونه وسيراميكا كليوباترا، وازاي الفرقتين استعدوا لبدايه الموسم الجديد. يلا.
كابتن رضا شحاته في مواجهه الكابتن هيثم شعبان. الموسم اللي فات لو نفتكر الجونه كان ابتدى بشكل مميز جدا في بطوله الدوري، انتصارات كانت متتاليه على ما اتذكر، ثلاث انتصارات متتاليه مع الكابتن رضا شحاته، مدير فني مميز جدا. وبعد كده حصل بعض التعثرات والكابتن هيثم شعبان تولى المسؤوليه في بدايه الموسم، وبعد كده راح لجه الكابتن ضياء السيد، وبعد كده رجع تاني مع سيراميكا كليوباترا. فبالتالي هتبقى مباراه قويه، ومدربين الاثنين بصراحه كويسين جدا، 13 صفقه لسيراميكا مقابل 7 صفقات للجونه. طيب المباراة الأخيرة بكرة هتكون ما بين الزمالك وأيضا إنبي، مباراة أكيد هتكون قوية جدا، ودايما مباريات الفرقتين مع بعض بتكون مميزة ومثيرة في الحقيقة. خلينا نشوف الفرقتين استعدوا إزاي للموسم الجديد ونرجع مرة ثانية. طيب يعني دول الثلاث مباريات بتوع بكره والفرق اللي هتشارك في المباريات دي وازاي استعدوا للموسم الجديد. في الحقيقه عايز اشكر بس فريق اعداد البرنامج، سواء رئيس التحرير عمرو فهمي، نادين مغربي، واحمد عبد القادر، اللي عملوا شغل كبير جدا عشان يوفروا لحضراتكم الداتا اللي شفتوها على الشاشه دي وكل التفاصيل اللي بتتعلق بكل فريق مشارك في بطوله الدوري هذا الموسم، مجهود كبير جدا يشكروا عليه في الحقيقه. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نتكلم شوية على النادي الأهلي واستعداداته للمباراة المقبلة الأولى في الدوري أمام الإسماعيلي. يلا أهلا بحضراتكم من جديد. النهاردة النادي الأهلي أعلن عن قميصه للموسم الجديد، الزي الجديد للنادي الأهلي سواء الأساسي أو الاحتياطي، وفي الحقيقة نال إعجاب عدد كبير جدا أو أغلبية جماهير النادي الأهلي، لأن الستايل حلو بصراحه، والاهلي يمكن الناس كانت مترقبه شويه، والناس بتقول الاهلي ليه اتاخر في الاعلان عن شكل التيشيرت الجديد، لكن دايما الاهلي بيبقى مرتب الحاجات دي في توقيتات معينه تتناسب مع الاعلان نفسه ومع انطلاقه الموسم الجديد. في الحقيقه التيشيرتين الاحمر طبعا كالعاده بالنسبه لنا ده يعني مهم جدا جدا وشكله مميز، وحتى الديزاين الجديد شكله جيد جدا في الحقيقه، لكن اللي عجبني اكتر بصراحه الاسود، الاسود تحفه. يعني هاتوا لي الاسود كده يا جماعه، الاسود التيشيرت الاسود ما اعرفش، بحس الجمهور الاهلي مرتبط باللون الاسود، في شياكه كده، او انا من الناس اللي بتحب اللون الاسود عامه يعني.
فحلو قوي التيشيرت، وكمان في اللون الاحمر في التيشيرت ده مناسب جدا بما ان ده لونك الاساسي، يعني الاحمر مع الاسود عامل شكل جيد وجذاب جدا جدا بصراحه. فيعني عايز اشكر القائمين على اختيار الشكل التيشيرت الجديد، سواء كابتن سعد عبد الحفيظ، امير توفيق، ما اعرفش معاهم حد تاني ولا لا، لكن بيشتغلوا بيختاروا الاذواق اللي تتناسب مع اسم كبير زي اسم النادي الاهلي. والناس بتسال شويه على التيشيرت الثالث هيكون امتى، اعتقد هيكون في شهر يناير هيتم الاعلان عنه. يعني في تريث شويه في اختيار اللون الثالث، لكن بنسبه كبيره في شهر يناير هيتم الاعلان عن الزي الثالث لفريق النادي الاهلي، فحاجه جيده في الحقيقه. خليني اتكلم معاكم شويه على بطوله دوري ابطال افريقيا. الاهلي بالمناسبه النهارده اجازه في اطار البرنامج اللي وضعه الجهاز الفني استعدادا لمباراه الاسماعيلي بعد بكره يوم الاربعاء باذن الله. الاهلي كان عنده ماتش اول امبارح، كسب 6-1 فريق الحرس الوطني. امبارح كان في تدريبات استشفائيه، النهارده اجازه للفريق، بكره الفريق هيستأنف تدريباته وهيكون المران الاخير بالنسبه له استعدادا لمباراه الاسماعيلي اللي هتكون في برج العرب باذن الله تعالى. لكن يهمني جدا التصنيف بتاع الانديه المشاركه في دوري ابطال افريقيا. 16 فريق صعدوا بعد انتهاء دور ال 32. فتعالوا نشوف مع بعض كده التصنيف بتاع او التصنيفات الاربعه للفرق كلها في هذه البطوله، ونشوف ونحاول نقرا المشهد كده مع بعض. فاعتقادي الشخصي، لان الناس اللي بتقعد تقول لك الاصل البطوله دي البطوله بتبقى سهله ومش عارف ايه، اعتقد البطوله صعبه جدا بالاسماء اللي احنا هنقراها مع بعض. يعني التصنيف الاول طبعا تواجد النادي الاهلي بطل البطوله اخر نسختين، مع الترجي التونسي اللي كان بطل البطوله في النسختين اللي قبليهم، ومع الرجاء والوداد فرقتين من المغرب كبار جدا. التصنيف الثاني متواجد نادي الزمالك، متواجد صن داونز الجنوب افريقي، حوريه كوناكري الغيني، والنجم الساحلي التونسي. لحد دلوقتي اسماء كبيره جدا جدا في البطوله دي. التصنيف الثالث موجود مين بقى؟ الهلال السوداني وفاق السيف الجزائري، بيترو اتلتيكو الانجولي، شباب بلوزداد الجزائري، برضه فرق تقيله جدا، يعني اي مجموعه هيقع فيها اي فريق هي مجموعه صعبه. التصنيف الرابع اقوى فريق في التصنيف الرابع اللي هو مين؟ المريخ السوداني، فريق باسم كبير بتاريخ كبير بامكانيات جيده. لكن موجود بقى ايه؟ شجردة الانجولي، ده فريق تاهل على حساب احدى الفرق من اسواتني، فكانت مواجهه بالنسبه له اكيد سهله جدا. امازولو بطل جنوب افريقيا، ده تأهل على حساب مازيمبي الكونغولي في مفاجأة مدوية في الحقيقة. بيدربوا بالمناسبة مكارسي اللي هو كان خد تفتكروا هداف بطولة الأمم الأفريقية 98 مع الكابتن حسام حسن، كل واحد كان جاب فيه البطولة دي 7 أهداف، ومكارسي ليه مسيرة احترافية كبيرة في الحقيقة، هو المدير الفني لمازولو الجنوب أفريقي واللي أقصى مازيمبي في مفاجأة كبيرة جدا جدا. كمان من إحدى المفاجآت الأخرى جالاكسي بطل بوتسوانا قدر إن هو يقصي مين؟ سيمبا التنزاني. سيمبا اللي احنا جايبين منه ميكيسون اللاعب الجديد المتوقع ان يكون ليه دور في مباراه الاسماعيلي، واللي تاهل لدور الثمانيه السنه اللي فاتت، واللي كان اقترب من ان هو كمان يتاهل لنصف النهائي في مجموع المباراتين. وكان في توقعات كبيره جدا بان مازيمبي ده يعني موسم بعد الثاني هيقدر ان هو يوصل الادوار النهائيه، لكن كانت مفاجاه في الحقيقه ان هم يخرجوا، خصوصا ان هم عندهم امكانيات مميزه جدا سواء على المستوى المادي او حتى على المستوى الفني كفريق. فدي التصنيفات بتاعه الفرق المشاركه في دوري ابطال افريقيا. اكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه البطوله ويقدر ياخدها المره الثالثه على التوالي، هيبقى انجاز كبير وعظيم جدا جدا. لكن الناس بتتساءل هل في امكانيه الاهلي والزمالك يقعوا مع بعض؟ طبعا، لان الاهلي في التصنيف الاول والزمالك في التصنيف الثاني، فعلى حسب القرعه بقى زي ما تيجي ممكن جدا الاهلي والزمالك يبقوا في مجموعه واحده في دور المجموعات، هتبقى مواجهات مثيره جدا جدا في الحقيقه. القرعه كمان هتكون يوم 23 ديسمبر المقبل، ده الموعد المبدئي ممكن يتعدل، بس هي في كل الاحوال هتكون في اخر ديسمبر. الجوله الاولى هتبقى في دور المجموعات هتكون يوم 11-12 فبراير، احد هذه الايام طبعا 2022. الجوله الاخيره من دور المجموعات ستكون في 1 أو 2 أبريل 2022. ده فيما يتعلق ببطولة دوري أبطال أفريقيا. تعالوا نتابع بعض الأخبار اللي تتعلق بالأهلي من خلال ترند الأهلي والصفحات الرسمية أو الحسابات الرسمية على السوشيال ميديا. نبتدي بالوطن سبورت، واللي قالوا إن الأهلي في مهمة استعادة لقبه المفضل بعد صدمة السوبر بالنسخة 63 للدوري.
هدف من ضمن الاهداف الرئيسيه اللي ما بتتغيرش عند النادي الاهلي ان هو يكسب اي بطوله هو هيشارك فيها، ما بالك بقى لما تكون بطوله غاليه عليك قوي وما تكسبهاش السنه اللي فاتت، فهيبقى هدف بالنسبه لك ودوافع كبيره جدا جدا انك تستعيد هذا اللقب باذن الله تعالى. هم هنا بيتكلموا على صدمه السوبر، طبعا كانت نتيجه غير متوقعه شويه ان طلع الجيش يفوز على النادي الاهلي بركلات الترجيح وياخد كاس السوبر، لكن بتحصل، ده طبيعي، هي كره القدم كده، وارد ان انت تكسب وارد ان انت تخسر، خصوصا المباريات اللي بتبقى من بطوله او من ماتش واحد، فبيبقى الفرص فيها متكافئه بشكل كبير، لان الفريق الاضعف بيلعب باستراتيجيه دفاعيه شويه ويحاول يخطف، وده اللي نجح فيه فريق طلع الجيش. لكن الاهلي باذن الله في موسمه الجديد يقدر يسترجع بطوله الدوري السوبر كمان، وان شاء الله لسه كاس مصر بتاع السنه فاتت ما اعرفش مصيره ايه بصراحه، لو استكمل الاهلي ان شاء الله يفوز بيه، والاهم كمان بطوله دوري ابطال افريقيا كالعاده. تعال نروح لحساب الاهرام على تويتر واللي بيتكلموا على ان ارقام قياسيه للنادي الاهلي قبل ضربه البدايه في الدوري، بيتكلموا عن بعض الارقام، انا بحب بصراحه الاخبار اللي من النوع ده، وقال لك ان الاهلي عنده بعض الارقام القياسيه على مدار تاريخ الدوري، وهو الاكثر حصدا للنقاط واكثر الاكثر احرازا للاهداف في موسم واحد. الاهلي حقق اكبر عدد من النقاط في موسم واحد ب 89 نقطه، ده كان في موسم 2019 و2020، واكبر عدد من الاهداف يسجله فريق في موسم واحد هو الاهلي برصيد 75 هدف، ده كان في موسم 2017-2018. كمان الاكثر تسجيلا للاهداف ومرات الفوز، الاهلي في تاريخه كله في بطوله الدوري جاب كام جون؟ جاب 276,003 أهداف في تاريخ الدوري حتى الآن، تمام، ويأتي الأهلي في مقدمة مسجلي الأهداف بواقع 2829 هدفا، دي تاريخ يعني ال 276,000 هدف دول في تاريخ الدوري كله، لكن الأهلي هو أكتر فريق جاب أهداف في الدوري ب 2829 هدف، بعديه نادي الزمالك ب 2639 هدف، وده كان من ضمن الارقام. المهم الفريق كمان هو الاكثر تحقيقا للانتصارات في الدوري هو النادي الاهلي ب 1067 انتصار، بعديه الزمالك ب 939، بعديه الاسماعيلي ب 662. طيب خلينا كمان ناخد خبر اخر، وده من حساب سبورت 360 على تويتر، اللي بيقولوا دوري بلا هزيمه، مين الانديه اللي قدروا ان هم يحققوا بطوله الدوري من غير ما يتعرضوا لهزيمه اطلاقا؟ هم ثلاث انديه بس. الاهلي في السبع مرات كبطل قدر ان هو يفوز بالبطوله من غير ما يخسر في السبع مواسم دول ولا مباراه. الزمالك ماتش او مرتين بس قدر ان هو يفوز بالدوري من غير ما يخسر ولا مباراه، والاسماعيلي مره واحده قدر ان هو يفوز بالدوري من غير ما يخسر ولا مباراه. طيب خلينا كمان نتكلم على محمد الشناوي، الناس مهتمه بشكل طبيعي جدا بمحمد الشناوي واخبار اصابته ايه، وبيقولوا ان في تحذير طبي لمشاركه محمد الشناوي في مباراه الاهلي والزمالك اللي هتكون يوم 5 من الشهر المقبل. خلينا اقول لحضراتكم ان عمر ما النادي الاهلي هيشارك او هيخلي لاعيب يشارك في مباراه غير وهو سليم 100%، فلسه الامور، مش عايزين نستبق الاحداث، ونشوف طبعا اخر التطورات تتعلق بالشناوي باذن الله قريبا، ونشوف هل يقدر يشارك في بطوله الدوري بدايه من مباراه الزمالك ولا لا، ده هيترتب على مدى استجابته للعلاج، نتمنى له العوده سريعا باذن الله. دي كانت اهم وابرز الامور تتعلق باخبار النادي الاهلي في ترند الاهلي، دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند، استنونا في حلقات اخرى جديده من نفس البرنامج باذن الله، الى اللقاء.